مين من اللعيبه النهارده لفت يعني اداؤه لفت نظر حضرتك، بخلاف طبعا يعني عايز نتكلم على الاحمر، هتتكلم على الاخطبوط دول في حته تانية، لكن مين من اللعيبه النهارده شد الكابتن محمود حسين وهو بيتفرج النهارده؟ والله كل اللعيبة، كل اللعيبة كويسة يعني، ما أداءها كان كويس ومحترم يعني. أنا يعني اتفرجت على المباراة كده جنرال، ما ركزتش مع حد يعني، وفي نفس الوقت أنا كنت طبعا بتابعها على اليوتيوب، فأنت بتبص وبتتابع النتيجة بتطمن الدنيا ستيبل يعني. أنا صح. تابعت مباراة البنك الأهلي يعني، وحظ اوفر لي ان شاء الله نعم. في البطوله الجايه، بس كبدايه للبنك الاهلي حاجه كويس جدا، كويسه اول مره ومحترمه. اعتقد اول مشاركه في بالظبط تاريخه يعني، بالظبط. فيوصل للمربع الذهبي، ده حاجه مهمه جدا. كان نفسي ان هو يبقى مع الزمالك في نعم. المباراه النهائيه، يبقى نهائي مصري مصري، لكن ما فيش نصيب. فالفرقه كلها روحها حلوه، وفي نفس الوقت احنا مش بالمستوى العالي اللي هو 100 100، لان احنا برضو رحنا البطوله جري، وعندنا نقص في بعض اللعيبه، وفي لعيبه سافرت واحترفت. لكن محمد علاء السيد كان بيأدي كويس، نعم. الدفاع بشكل محترم، الأجنحة كانت بتاخد الكرة تخلصها بشكل جيد، أحمد الأحمر كان عامل خلخلة جامدة في الهجوم، كان يعني ما شاء الله فنتاته عظيمة، بيأدي كويس. وطبعا بنتهز الفرصة دي يعني، بقول لكابتن مصطفى الأحمر ألف سلام عليه وشفاه الله اللهم صل وعافاه ألف سلام يعني. عليه سمعت إن هو بيمر بوعكة كبيرة يعني، وربنا يطمنا عليه وألف سلام عليه ان شاء يعني. الله. طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لكابتن اللهم مصر آمين، وكابتن نادي الزمالك كابتن مصطفى اللهم الاحمر، آمين. والد الاسطوره احمد الاحمر طبعا، وزوج السيده فاتن الاحمر، ووالد الزميله العزيزه نيره الاحمر. تمنياتنا بالشفاء العاجل ليك كابتن مصطفى، وان شاء الله دعواتنا ودعوات كل الزملكاويه اللي بيحبوك ومرتبطين باحمد، ان ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه ونطمن عليك باذن الله. الف مليون سلامه لكابتن مصطفى الاحمر. اللهم اتفضل يا آمين كابتن. يا رب. فالفرقة كلها في الشكل العام فرقة جيدة ومحترمة، وإن شاء الله يعني يستريحوا كويس ويجهزوا نفسهم لمباراة الكويت الكويتي إن شاء الله، عشان يفرحونا وهم كمان يفرحوا بوصولهم لكأس العالم للأندية 2023، ويبقوا منورين إن شاء الله في كأس العالم يعني.